صباح الخير. صباح النور. تبي قهوة؟ سؤال التافه، انت تدرين ان انا اشرب القهوة بالبيت قبل اروح الشركة، عد ولا لا؟ ايش فيك؟ ايش فيك ما تحاكى؟ يلا صباح خير. اقول عن الهضرة ويلا القهوة يلا. زين. ليزا. ليزا. يس مام. سوي كوفي حق بابا. لا والله هذا اللي قدرتي عليه ها؟ انت ايش فيك؟ ايش فيك صاير نار وشرار؟ ما اقدر احاكيك ولا كلمة؟ قاعدة احاكي بنتك، صار لي اكثر من اسبوعين من راحت امريكا لا احس ولا خبر، انت شنو ما تحسين؟ وانا شو اسوي يعني؟ كاني قاعدة في البيت حاطة ايدي على خدي، ناطرة اتصال بنتك. هذا اقل شيء تسوينه. واذا ما اتصلت؟ تنثبرين بالبيت لما تتصل. والله حالة. هي مستانسة هناك وانا قاعدة بين اربع اطواف. مو كله منك، كان سافرتي وياها كان ما صار اللي صار. اوه ردينا على حنة مالتك اليوم؟ لانك ام محملة ولا قادرة تحملين مسؤولية بنتك. اعطيني قهوتي. الو. هلا يما شلونك؟ نجلة. يما لا تحاتيني انا بخير ما فيني. انت وين عبسين عفاس؟ اعطيني. الو. انت شو اللي سويتي؟ عبالك بطوف لك السالفه هذه؟ شلون تسافرين بغير موافقتي؟ يبا انا اسفه. بلا اسفه بلا كلام فاضي. سمعيني يلا اعطيني رقم تليفونك وعنوانك بسرعه. قلم بسرعه. الو. الو. سكته؟ يمكن انقطع. الاكيد سكته من الخرعه. اكو واحد يحاكي بنته بهالطريقه؟ ايش تبني اقول لها؟ ابنيه صار لها اكثر من اسبوعين طالعه من بيت ابوها، ما ندري عنها، ما عندنا اخبار عنها، رايحه امريكا بكيفها مسافره وتدرس هناك، ايش اقول لها؟ هلا عمري؟ هلا حبيبتي؟ ايش اقول لها؟ مو لهالدرجه، بالهداوه، كذي انت خرعتها ما راح تتصل مره ثانيه. غصبا عليها راح تتصل، سمعيني عاد، تنتبرين بهالبيت لما تتصل وطلعه ما في، فهمتي ولا لا؟ مسكي ام فاشله. نجله. من سافرتي وبوك كله معصب، خلاص عاد كافي رجعي. يما انا ترى لو مو الفلوس المخلصه ترى ما افكر اني ارد. يعني بترجعين؟ اي برجع، بس انا وايد خايفه من ابوي، اخر مره كلمته كان وايد معصب. ابوك قلبه مكسور عليك ويحاتيك وايد. يما يعني اذا برد ابوي بيسامحني؟ اي بيسامحك، بس انت رجعي وخلصينا. زين. ليش داخل عندك بعينك تجلس الحلقه من يوم رايح انا شرفت فيك. ها اخيرا شرفتي. هذا وانا قاعد تستقبلوني بالاحضان، ما عندكم الا بنيه واحده بس ما مو شايفينها. جب ولا كلمه، جب ولا كلمه. يا ريتك كنت ميته هناك ولا الفضيحه هذه. يا جليت الحيه اللي ما تصير على وجهك، انا وريت شلون واخري على وجهك ثانيه. حضرتك لما كنتي صايعه بامريكا انا كنت اتحمل ابوش نجرته، وكل يوم يسمعني كلام يغث ويكسر العمر، يقول لي انت اللي ما عرفتي تربينها، انت اللي ما ربيتي بنتك عدل. يعني معناته ما كنتي مشتاقتي ابوي ما كان يخاف علي، يعني انت شتامة. بعد لك عين تردين علي لما تستحين؟ فشلتينا قدام الناس، كيفنا ما نعرف نرد عليهم لما يسالونا عنك؟ ابوش يقول حق اهلها راحت مع خالتها، وانا اقول حق اهلي راحت مع عمتها، بس خلاص فشلتينا. اي هذا اللي همك، انت بس همك الناس ورفيجاتك، طول عمرك ما ظليت كذي معاي. سمعيني يا نجلور، ابوش كبر وهو مال المشاكل، وانا خلاص مليت منك وطقت جبتي، ما قمت اتحمل. شوفني إذا سويتي أي مشكلة ثانية، والله يا نجلوم ترى أنا اللي بذبحك بيدي، سامعة؟ مليت منكم، مليت منكم! قرر أبو نجلة إنه يخش جوازها بمكان آمن، وغير بعد قفله التجوري، وكان في نسخة واحدة من المفتاح ظلت دايما معه.
مساء الخير. مساء النور غلاء. شلون يمعدكم؟ تمام. ايش في تقولونها من غير نفس؟ شكلك مو مستانسة. مرت اخوك النسرة هذه تدري فيها؟ ايش فيها بعد؟ طول الوقت وهي تشيها. الا ريلي شرالي، الا ريلي سوالي، ما سكتت. سنو هذا طبعها من الاول، مو شيء جديد عليها يعني. بس تبي الصج؟ احرجتني. ليش بالله؟ تقول ان اخوك شرى سيارة حق بنته. لا، سيارة فخمة. ويوم سألتني قلت لها بعدنا ما شرينا حق بنتنا سيارة. اجلي موضوع السيارة الحين. ليش؟ احنا ناقصين ولا بنتهم احسن من بنتي؟ انت ما سمعتها شلون قاعد تحرني، تقول طالبين سيارة من برا، مواصفات معينة ولون معين، مو موجود بالكويت. حرتني، غثتني. وبعدين يعني ما نخلص من هالموضوع؟ لا، وازيدك من الشعر بيت. قالت لي ليش احمد ما اخذ سيارة حق نجلة؟ اكيد الشركة خسرانة. واي واي، غثتني، بغيت ازنطها. تركي عنك، سنة طول عمرها لسانها طويل ولسانها متبري منها، ايش تبي فيها انتي؟ شوف يا احمد، انت لازم تاخذ سيارة حق نجلة، لو احسن من سيارتهم بعد. ابيها تموت، تموت من الحرة. شنو بنتهم احسن من بنتي؟ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. جزاك الله خير يا سنة، خليتي أم نجلة تصر على أبوها وتشتري حق نجلة أحلى سيارة. وقامت نجلة تمرنا واحدة واحدة ونطلع ونقضي أحلى وقت مع بعض. وعشنا حياة جديدة، وصار بحياتنا بعد قصص جديدة، بعضها كان حلو وبعضها قصص حزينة. وقصص نعرف شلون ابتدت بس ما يندر شلون انتهت. الجامعة حدها سخيفة ملاقة. هاو، ايش فيها الجامعة؟ والله لا حركات ولا اكشن ولا شيء. نجلو، احكي عنك هالبودر هذا، اعطيني اياه اعطيني اياه، ركزي بدراستك وايد احسن. وهذا ايش فيها؟ بنات بقول لكم شيء. شنو؟ عبد الله كلمني مرة ثانية. كذابة. سألني عن الامتحان مع اني انا متأكدة انه هو يعرف كل شيء عن الامتحان. اقول حبيبتي طالعيني عدل، اذا يحبك خلي تقدم لك عند اهلك احسن. واي بسم الله الرحمن الرحيم، توني ما صار لي يمكن هذه ثالث ما يرايب رابع مره كلمه. اي والله ايش تو، وان شاء الله انت تبين تكلمينه وتاخذين وتعطين معه وتعيشين معه قصه حب. اقول حبيبتي انت ما لك شغل فيها، سكتي. اي شيء حبيبتي، مثل ما قلت لك سمعي كلامي، خلي تقدم لك عند اهلك. واي واي انتي لا تصدقينها، ترى الريال ما تشوفينه مره ثانيه بعد. انده ها، شفيك وين رحتي؟ امبي شفيك كاني كذابه. شنو كنا قاعد نقول؟ كنتوا قاعد تتفقون على غدا يوم الخميس. كذابه. اول ما قعدنا هندا وانا اقول ايش عندك؟ ما عندي شيء. شفيك يلا عاد تحكي تحكي تحكي، انت ما تسكتين الا في بلا عندك. بدر شفيك؟ ما ادري كذي كنا ما عجب فيني. كنا معجب فيك؟ خلي كلمة كنا تفيدك احسن. هندو بدر هذا الدكتور اللي يدرسكم؟ اي هذا. انا اقول تركي عنك انت بعد هالسوالف، واذا صدق الريال يبيك راح يتقدم. واي واي لا، مو صدق هالبنيه، مو صدق. سكتي سكتي، الله يخليك سكتي. انا بفهم عوشون، انت ليش قاعد تسوين كذي؟ ها وش سويت؟ شنو سويتي؟ كلها تحبطين الواحد. انا حبط الواحد؟ انا حبيبتي انا انسانه واقعيه،
ما احب الخرابيط هذه وقاعده انصحها عشان لا تطب على وجهها وتوهق والريال ما يدري عنها ودارها. تبين الصدق؟ الصراحه كلامها عدل هذا الخطاب. كلام منو عدل؟ خلاص 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 اوكي زين ماشي زين ماشي زين خلاص. بعدين تعالي تبكبكي قولي يا ليتني سمعت كلام عوشو. زين سكتي الله يخليك عوشو شب سكتي انت لا تحكين مو لي. انزين انزين خلاص بس يلا عوشو الخميس وين بنروح؟ ما ابي اروح مكان. لا صدقيني انت اللي راح تقولين. ما ابي خلاص ما ابي. لا زعلت علينا لا تزفونا عاد. هذا يزعل لي انا قاعد ما ابي. سكتي سكتي اكلي سكتي. ابي مصلحتكم اخاف عليكم تسمعون كلامي المفروض. عشان كذي الخميس بناخذك ويانا تحرينا يعني.